استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في شرم الشيخ الرئيسة سامية حسن رئيسة جمهورية تنزانيا المتحدة وذلك على هامش انعقاد أعمال القمة العالمية للمناخ كوب 27 صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس رحب بزيارة رئيسة تنزانيا إلى مصر متقدما سيادته إلى تنزانيا الشقيقة حكومة وشعب بخالص التعازي في ضحايا حادث تحطم الطائرة في بحيرة فيكتوريا. كما أكد السيد الرئيس الدور الحيوي الذي تقوم به تنزانيا كإحدى الدول الفاعلة في أفريقيا، وجهودها لتعزيز الأمن والاستقرار بالقارة، مؤكدا سيادته متانة العلاقات التاريخية التي تجمع بين الشعبين والبلدين الشقيقين، وحرص مصر على تعزيز تلك العلاقات على كافة الأصعدة. خاصة على صعيد الاستثمارات المصرية في القطاعات الحيوية في مقدمتها إنشاء سد جولياس نيريري لتوليد الطاقة الكهرومائية والذي تعول مصر على دوره في منح دفعة قوية لعملية التنمية في تنزانيا الشقيقة